من أبناء الوادي الجديد، ولدت في الخارجة في عائلة بسيطة، حصلت على مؤهل الدبلوم خراطة معادن ده سنة 83. بعد كده تزوجت وعندي 4 أولاد. خامات الطبيعة اللي عندينا ده حجر رملي، وده متوفر عندينا في جميع الوادي. دي خامات، دي عبارة عن شجر الدوم، وده كان مسقوف به البيوت القديمة اللي هي عندينا، بيوت الواحة كلها مسقوفة من خشب النخيل واللي هو الدوم. بيتم هدد البيوت هنا وبيتحرك، فأنا بستغله. الخامة دي هي تعتبر هي الايه الرأسمال بتاعي. هو ده الحجر، ده بيعتبر ده أكتر شيء عندنا في الوادي، اسمه حجر رملي. أنا استغليت الجزء ده في الغيط عندي، بحيث إن أنا معظم وقتي هنا في الغيط، فالوقت اللي بفضى فيه يعني شوية باجي أشتغل وأبقى بين الشغل بتاعي كده، بحس بروحي وكده لما اشوف الشغل القديم اللي انا عامله بقى اشتغل شغل جديد. انا بدات كده في الشغل ده عباره عن هوايه ان احب الفن، وكان نفسي وطموحي من طفولتي ان الشغل ده يتدرس او نعلم به جيل صغير، نعمل مقر زي كده ونعلم فيه الأجيال الصغيرة بحيث تحفظ التراث، وبحيث أنه تاخد هذا الفن بدل ما يندثر. أنا يعني سني 57 سنة دلوقتي، الجيل الجديد المفروض يتعلم كده ويتعلم بالحفاظ على تراث البلد. الشيء الثاني أن أنا اشتغلت كثير وشاركت في معارض تبع وزارة القوى العاملة باسم المصرية للاتصالات، وحققت بطولات كذا مرة في البطولة الجمهورية للشركات سنويا، وأنا معايا برضو معرض بجهز له. معظم شغلي في مصر، اللي احنا بنستعد المعرض يوم 15/9 ان شاء الله. انا كل سنة بشارك مرتين في المعارض. فانا كان طموحي واملي طول عمري انه يبقى فيه مكان زي مدرسة للاجيال، للاطفال، للهواة، وتتعامل مثلا المسابقات كل في السنة مرتين ثلاثة، بحيث تيجي لجان وتحدد مين اللي يفوز، بحيث انه الناس دي يوم ما تيجي هنشجعها على الشغل ونبقى حفظنا على تراث البلد، وده شيء كويس للسياحة. انا هذه القطعة من الارض، انا ارض زراعية اخذتها من الصندوق، وبعدين طول عمري بزرع فيها، فاخترت حتة اللي هي غير صالحة للزراعة، يعني قطعة اللي هي عبارة عن أرض ناشفة بحبيح أو حجر،